رجعنا من جديد في فير بلاي نحكي باسكيت. المنتخب الوطني التونسي كمل كما قلت منذ لحظات مقابلته في الكارديو فينال تاع فخو باسكيت ضد منتخب جنوب السودان. منتخبنا حقق الفوز، هذا هو المهم، رغم التعادل في الشوط الاول 40-40. منتخبنا يعود في الشوط الثاني ويفوز على منتخب جنوب السودان 80-65. باش نحكيو اكثر على المقابله هذه، معنا بالتليفون زميلنا الاعلامي المختص في كره السله ربيع البحوري. اهلا بك ربيع. مرحبا اسلام، مرحبا بالمستمعين الكل نتاع اذاعه اكسبريس اف ام، ويعطيكم الصحه على المواكبه لرياض العمارقه والمنتخب التونسي. اكيد الحدث يفرض نفسه ربيع. باش نحوالك خويا الساعه، شنو الامور؟ والله لاباس، نحنا كي تبدا فما افرو باسكيت ولا كوب دي مود نعملو بول، ندخلو كاريمون في الكومبيتيسيون حتى لين تكمل، وان شاء الله زينا المنتخب الوطني التونسي، وان شاء الله الانجاز 3 بطولات افريقيه في 10 سنين وفي حد ذاته هذا انجاز كبير ياسر المنتخب. ما نصفوش الاحداث، لكن ان شاء الله زينا ماشيه في البون شمان ان شاء الله. ان شاء الله. باهي، خلينا نحكيو اكثر على المقابله اليوم. كنا حكينا شويه في الاوف، منتخبنا شويه قلقا، شويه صعوبات في الشوط الاول، كملنا متعادلين 40-40 ضد منتخب جنوب السودان. ما عندوش تقاليد كبيرة ربيع تحب تكره منتخب هذا، أصلا البلاد الكل بلاد جديدة، جنوب السودان ما نتصورش عندها تاريخ كبير في الكرة. كيف شفت المقابلة لمنتخبنا وعلاش لقينا صعوبات في الشوط الأول؟ عندهم 10 سنين باسكيت برك جنوب السودان صحيح، لكن عندهم دي بون جوور وقاعدين يخدموا على مشروع طويل المدى. رئيس الجامعة هو ملاعبي هيليول دانج اللي هو معروف برشا 15 سنة NBA، الملاعبي هذا معروف للي تبع NBA، هو اللي خذاهم شارج المنتخب الوطني تاع جنوب السودان وحتى يصرف عليهم المكتوب، وعنده لي بروجي كبير ياسر. على هذاك كنا خايفين برشا من منتخب جنوب السودان، لانه كي نلعبوا المنتخبات انغولا، نلعبوا المنتخبات سنغال، نيجيريا، جينيرالمون نبداو حاضرين بسيكولوجيكمون، كي نلعبوا المنتخبات اوتسايدر ونبداو احنا فافوري نخافوا شويه. ما لقيناش روحنا الكارتون لول ديزون، صوتوا في 40-40، ما لقيناش روحنا الكارتون لول، خسرناه 15-14. علاش؟ لانه ارتحنا اربع ايام في كومبيتيسيون برانسيب تلعب كل 48 ساعه في الجوز اولمبيك، في كوب دي مود، في افرو باسكيت برانسيب تلعب كل 48 ساعه، نهار ريكوبيراسيون وحصه تكتيكيه خفيفه، ونهار تشوط الصباح ومن بعد تلعب العشيه. المره هذه الاربع ايام في كاسور دو ريتم تعبتنا شويه، على هذاك مع منتخب لاعب نهارين التالي عنده اكثر ريتم، مع الملاعبين نتاعنا ما لقاوش ادريس كبيره في الاتاك، 14 بونت برك في الكارتون الاولاني، هذاك اللي خلانا يمكن عندوت شويه، لكن يعرفوا باسكيت ويتبعوا جامي دوتي في المنتخب الوطني التونسي. علاش كارتون الاول برك كنا دوتي؟ الكارتون الثاني ربحنا 26-25، ربحنا ان بوان، وكملنا 40-40. كمل 40-40 في مباراه كره سله، راه ما تسماش حاجه كاتاستروفيك، 40 نقطه حاجه نموذجيه، ديزون كيما 2-0 في فوتبول كي تكمل الميتون. لكن المشكل في ال 40 نقطه اللي قبلناهم في الميتون الاول، خاصه على رميات الثلاثيه، وين تعبنا برشا منتخب جنوب السودان. اسلام مارينغ ماتيانغ ديانغ جونيور تبارك الله حطوا قداش 3-2-2، حطونا تقريبا وحدهم هذم 7 رميات. سهلنا له نحن المهمه بالديفونس نتاعنا. لا هو راه وقت الفريق يكون عنده الادريس، ما مشكل فيه، مشكل انك تحضر الان كونترا، تحضر الديفونس نتاعك، تحضر ليزانتيريور، لكن كي يبدا اللاعب يشوت ويماركي حتى كي تبدا على بعد نص متر عليه وماهوش اون بوزيسيون تاع تير ويماركي لك، هذه تدخل في الريوسيت تاع الفريق المنافس. قبلنا 11 تسديده ثلاثيه كامله في المباراه هذه، لكن اوروزمون انا ريبليكي يعني في ماتش مصر. علاش تعبنا شويه؟ لانه قبلنا برشا من ثلاثه وما لقيناش الادريس نتاعنا من ثلاثه، او موان اليوم كي قبلنا برشا من ثلاثه انا ريبليكي من ثلاثه، لقينا ادريس محترم من الثلاثة نقاط، عملنا أحسن معدل لنا في البطولة 13-32، 41% أحسن ما تنجم تعمل في مباراة كرة سلة فوق ال 40% من 3 نقاط، هذا فرعدنا برشا. اليوم لقينا مايكل رول كالعادة كما ماتش مصر، مايكل رول وين تكبس شوية، وين نقفوا، وين خافوا، وين ما لقاوش الأدرس تاعنا، يخرج لنا مايكل. ربيع باش نعطيك الاستاتيستيك نتاع لاعبيتنا، صالح الماجري 20 نقطة 3 اسيست و 7 روبون، عمر عبيد سورتو اسلام سورتو 3 سور 7 ب 3 بوان صالح، معناها ان انتيريور اللي يحط لك ثلاثه اللي مش من نقاط كوتو هي صحيح، يحط لك 9 نقاط من ثلاثه متيره 3 بوان، هذا يحسب برشا لصالح. كمل هاني نتابع معك. عمر عبيد اعطيك اهم ثلاثه ملاعبيه، عمر عبيد 18 نقطه و 8 اسيست و 5 روبون، ومايكل رول 17 نقطة و 6 اسيست. بون مكرم رمضان عنده 12 روبون كيف كيف.
معك في اللي قلته الكل، لكن جوست تصحيح صغير، عمر عبيدة 18 نقطة لكنه أحسن إيفاليوسيون عنده، أحسن لاعب لاعبي في المباراة 32 كيكا 18 بونتو 4 سور 5 4 بوان سي إنورم راهو سي في ستات على ستيف كوري 4 على 5 من 3 نقاط و 8 تمريرات حاسمة. عمر عبيدة أحسن لاعبي في المباراة سون ديسكسيون، لعب 32 دقيقة. مكرم صحيح ماركا 13 نقطة وعمل 12 ربون في الباسكيت، سما عن دوبل دوبل اللي هو حاجة متميزة بالنسبة للانتيريور وقت تعمل عن دوبل دوبل، يعني وقت تفوت ستاتيستيك نتاعك البلوس 10 كو سوا في التير ولا في الربون ولا في 3 بوان ولا غيره، عمل ولا في ستيل في قطع الكرة، عمل ان دوبل دوبل مكرم، يعني عمل الشغل نتاعو. صالح 20 نقطة ما شاء الله عليه وعيني عليه باردة. صالح قاعد يلعب في افرو باسكيت من طراز عالي، عمل عام صعيب، عاود البريباراسيون نتاعو من الاول وجا في التوب فورم نتاعو في الافرو باسكيت، يعطيه الصحة. مايكل حكينا عليه. ربيع صالح مادام حكيت على صالح فما كلام على اعتزال صالح، ما عرفش عندك معلومة ولا لا؟ خاصة كي نشوفوا الستاتستيك في التورنوا هذه في القمة نشوفوا فيه ما شاء الله، معناها لا مش عارف. لا هو لا اعتزال في المنتخب مش في اي دوليا معناها هاي اي، اما اغذر وعمل لنا ستاتيو فيسبوك والناس الكل فيهم انا كتبنا له وقلنا له نووي، يعني عندنا من بعد تصفيات كاس عالم وعندنا كوب دي مود، قدرة ربي صالح ان شاء الله يتراجع ويقعد معنا في المنتخب الوطني التونسي. ملاعبي اخر متخبي لكن عاوننا برشا، ما عرفش كان طلع واحد غيازة غيازة وقت اللي وقفنا بوم تفاش برشا، انا كنت في الديريكت لكن تفاش شويه نشوف وقت اللي نوقف وهو ياخذ انسياتيف ويحلها، معناها هكا ما يفهمش برشا باسكيت راهو الجوار. لا لا ولا يعطيك الصحه، لي جوار دي بلوكور هذو مساعد سته بونتو ينجم يكون لكم احسن الملاعبيه بسته بونتو ب 13 دقيقه لعب. غيزه عندي انا يتحط في احسن الملاعبيه في مباراه اليوم، علاش؟ لانه فما فرق بين ملاعبي ماركي 7 8 10 بونتو وانت متقدم 10 12 نقطه صحيح الستاتستيك يطلعوا، وين ملاعبي سته بونتو يماركيهم لك بدمهم كما يقولوا وانت واحد سته بونتو وانت واحد اكزاكتومون. هو دوبلور نتاع صالح، احنا تعرفوا اللي الملاعبي في الراكات صالح يعاون برشا في الديفونس وفي الاتاك، ديما حشتنا بالملاعبي في الروتاسيون اللي يعاون على صالح. اليوم اللي يعاون على صالح غيازه كان في المستوى، عمل الواجب نتاعو 13 دقيقه، عمل الروبون نتاعو، عمل لي زيكرون نتاعو، وحتى تابونتو مهمين برشا. مختار غيازه ما شفناش ربيع لي 3 بوان نتاع مراد المبروك اللي عودنا به، عنده مده. لا هو عنده مده مراد ثاني كات حتى كعبه هو اليوم واحدة برك واحدة برك اي هو الى باترون تونتي لما حالة مراد هاو قدامي انا مراد ان سور كات سدد اربع مرات نجح في واحده برك. مراد راهو الى بيردو ان بو سون افيكاسيتي، عنده مده في الثلاثه نقاط من اللي مشى البال مع الاتحاد المونستيري، حتى كي لعب فينالات مزاره ما ركزش برشا على ثلاث نقاط، كان اكثر ملاعب يلعب بفكي يمرر يمشي للكونتر اتاك يتسرب، ضيع شويه النقاط نتاع الثلاثه نقاط تاعو، لكن في الامبيونس الحلوه هذه وفي الكاليفيكاسيون وعلى الاقل حط واحده عمل 25% بوركو با نلقاوه من بعد، راهو كابابل دو تو اكيد ديما نامن في اللاعب هذا. انا مراد ونعرفوا سله المغرب ما ننساهاش. شكون ينساها التسديده هذيك ميتيك؟ على هذاك ديما لازمنا نكونوا راهو حتى مع الافريقي مع الفرق اللي مر بها الكل مع الجزائر، مراد راهو ينجم اللي كابابل في ماتش يضيع لك 5 6 7 ومن بعد يحط لك كعبه نتاع الربح، عنده مونتال كثير ياسر، وهذاك اللي خلينا نستفيلوا برشا ولو انه مش قاعد ياخذ في برشا وقت لعب، ضيع بلاصته كستارتير انديسكتابل في المنتخب الوطني التونسي. حكيت على وقت اللعب ربيع، انا مش عارف كلمه تكمل، حكيت على وقت اللعب ظهر لي اكثر لاعب عليه تساؤلات المرناوي، ما شفناش بالكل رغم اللي في البريباراسيون كان ما شاء الله عليه في التوب. شو خلينا نحكي على نقاط البنك الكل، سجلنا 11 نقطة من البنك، شوي شوية في النيفو هذا 11 نقطة برك من البنك، البنش بوينتس اليوم شوي 11 نقطة، فريق محترم يزمو يجيب 20 25 نقطة من البنش بوينتس. يمكن مرينا ليماج دو بوعليك اللي دخل وخرج، مرناوي اللي دخل في الآخر، مباريات هذوما مباريات اعصاب، ورينا وقت رخينا شويه في اخر المباراه اوروزمون وقتها كانوا عندنا 19 بوان، عملوا لنا 7-0 في بيريود نتاع دقيقه ونص قبل المباراه متوفه، عملوا لنا ان 7-0 اوروزمون الكامباك نتاعهم كان مخر شويه وعندنا افونس اسي مرتاحه، وقت اللي خرجنا الستارتير نتاعنا وقت اللي رخينا شويه في الاتاك ما عادش مركزين في تراجعوا علينا، لازم نردوا بالنا من النقطه هذه. مرناوي مش قاعد يلعب برشا، ما نعرفش الحقيقة، ما عنديش معطيات، ما فنيا ملاعبي باهي معناها متربي ما فماش مشكل في الجروب بوركوا با، لكن تعرف اللي المدربين عنده الستارتير تاعو اللي أمل بيهم يبدا بيهم ما بدلهمش بالكل رغم انه زياد الشنوفي مش عم في افرو باسكيت قوية برشا لكنه قاعد يلعب ستارتير. هو قال في تصريحه قال استناوني في الفينال
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاهم ال12 في الفينال. احنا باش لازم مباراه فينال يلزمك يكونوا على الاقل 10 ملاعبين على 12 اوبيراسيونيل فما ديزون ما يلعبوش برشا. انت قلت ما فماش برشا نقاط من البنك، لكن المدرب نتاعنا باول ماني عامل برشا على نفس الملاعبيه تقريبا، دونك ما تلقاش برشا دي بوان من البنك ولا خاطر ما لعبوش برشا. ما لعبوش برشا بالضبط، هذا ايش حبيت نقول. صحيح، وهذاك وهذاك هو المشكل. عندنا اربع ملاعبيه من طراز باهي، مرناوي، عدامي، بوعلاك وقنوني. قنوني يلعب اكثر من صحابه، عنده انتاج ديفونسيف باهيه، لكن فما تركيز في المباريات هذوما على الملاعبيه اللي عندهم الفيكو. كيما قبلنا زاده كيف كيف مع ماريو بالما، كيما مع هاد الثلاثه جينيرالمون في لي غراند كومبيتيسيون المدرب يسكسي 7-8 ملاعبيه ويقعد يدور فيهم. حتى هذا مع ماريو بالما في كاس العالم كان عمل لنا مشكل، لانه حطنا الملاعبيه مباراه بورتوريكو كانت تذكر بعدش الجوز الاولمبيك 40 دقيقه لعبوا ظهري وقت الملاعبيه اللاعبيه زوز ولا ثلاثه برشا 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 لعبوا في القريب بين 35-40 مكرم صالح الوليد الكل دونك على هذاك ما لقاوش الفريشور. لكن يقول لك مش مشكل، انا مرتاح اربع ايام باش نرتاح نهار الجمعه وبعد باش عندي ام باك تو باك سبت وحد ميو فينال. يقول لك النجم نلقى الفريسور نتاع الملاعبي. على كل حال هي فلسفه نتاع مدرب تتحسب لي هو، اذا هز يعطي صح، اذا ما هزش بعد يسال عليها. سيطرنا على الالتقاطات اليوم رغم انهم فريق عالي جنوب السودان، عملنا 41 التقاط مقابل 36 وعدينا 32 دقيقة، رغم انه برشا يقول لك ما عملناش ماتش كبير وتعبنا اليوم، لكن عدينا 32 دقيقة متقدمين في سكور مقابل 4 دقائق برك جنوب السودان. يعني جروسو مودو حطينا 80 نقطة نتاعنا اللي هو معدل ممتاز ديما للي يتفرجوا فينا مغلوبين بالفوت. 80 نقطة في الباسكت معناها كأنك حطيت 3-4 بونت في ماتش فوتبول، معناها قبلنا 65 تعبنا كان الكارتون الأول، 3 كارتون رابحين جروسو مودو، امورنا مريقله بقدرة ربي. ولي ماتش بياج هذوما نحن هما اللي خوفونا، ولي ماتش بياج هذا الاول تعديناه. مازال ان دوزيام ماتش بياج اللي باش يكون بين اوغندا ولا الكابير، يلعبوا صيف اخرى. انا بيرسونيلمون اتكهن انه باش تعدى الكابير، عندها ملاعبيه باهيه عامله باركور طياره الحقيقه. الكابير نقراو لها الف حساب لو انه مازالت مباراة نجم اوغندا تعمل مفاجاه، لكن التوقعات الكل تكون باش تقول انه الدومي باش تكون ضد الكابير، باش يكون ماتش يشبه المباراه نتاع اليوم، لانه الكابير فريق فني اكثر منه اتليتيك كما جنوب السودان. لكن احنا نلقاو روحنا مع الفرق اللي تلعب تلعب باسكيت صحيح على الاوروبيان، نلقاو روحنا عنده مانسول بيفو تافاريز اللي هو ملاعب من طراز دولي، عنده 2.20 متر يفولي كريبكي طول صالح. صالح باش يكون عنده شغل كبير في الدومي فينال بطبيعه اذا لعبنا للكابير، لانه مازالت المباراه ما تلعبتش ضد اوغندا. هو بالمقارنه مع الجهه الاخرى من التابلو كوت ديفوار والسنغال، طريقنا يتسمى سهل شويه ربيع برابور فان السنغال والكوت ديفوار. شنو رايك؟ شنو حظوظنا ان شاء الله؟ هو الحقيقه معنا ربي والنبي راهو في البرو باسكيت هذه والحمد لله معناها سالكه. وانا كنت حكيت حتى قبل الفرو باسكيت على اهميه انك تكمل الاول في الفاز الاولانيه، تلقى تابلو بلو ديجاجي، والحمد لله لقينا تابلو بلو ديجاجي. هما لما حاله برشا بريتوندون خرجوا، هذا سهل علينا شويه الامور، لكن الحاجه الباهيه انه الكوت ديفوار والسنغال على الاقل ارتحنا من واحد منهم في الدومي فينال او موا في الباك تو باك سبت وحد، مش يكون عندنا دو جرو مورسو ورا بعضهم، على الاقل فريق باش يكون في متناولنا محترم وفريق صعيب وباش تكون مع المنافسه صعيبه برشا او موا في ظرف 48 ساعه ماتش بماتش خير من دو ماتش كاسحين. السنغال والكوت ديفوار مش نرتاحوا من فريق منهم، زوز فرق من طراز عالي، زوز فرق يعملوا الكيف، زوز فرق قويين، زوز فرق يلعبوا عالي. ليزيف كيف نتاعهم ربيع اللي ما يعرفهمش فيهم دي ستار فيهم ام بي اي ولا ما جاوش معنا؟ الكوت ديفوار عندها لاعب مجنس باهي برشا الحقيقه، امريكي زوز متر و8، لاعب مات يعمل كيف هذاك اللي جنسوه وربحوه، اعطاهم برشا توازن تحت السله. بالنسبه للسنغال عندها الستار اونيك جوبي ديانج، يعني ما نحكيوش عليها، ستار تاع الام بي اي اللي مازال موجود ولعب ورماه في الافرو باسكيت نتاع 2015 كان جا لتونس، وكذلك ديما ما يراتيش اوكازيون باش يشارك مع السنغال رغم انه عنده الفلوس عنده القبول عنده كل شيء، لكنه يلترفى باش يعزز فريقه. الفريق عندهم فاي وعندهم خاصة جورجي ديانج اللي زلنا نردوا بينا، نعرفوا وربحناهم بالديانج قبل احنا وقت الميداي دو برونز في 2015 كمان في 2000 ربحناهم وربحناهم من غير صالح وقتها، فما بالك عندنا صالح ياخذ لنا جورجي ديانج والولاد الاخرين. هذا الكل راهو مازلنا تدخلت شوية تو
في الانتيسيباسيون راه مازالت عندنا دومي فينال ضد اوغندا ولا الكابير. نركزوا عندنا نهار تاع ريكوبيراسيون نصلحوا شويه سورتو في الديفونس على لي تيرور من بعيد. عندنا مشكل في الخروج على المسدين، يتم نعملوا ان شوا في الديفونس نخرجوا على المسدين ومن بعد اللي لوطا يغطيو هما، لانه احنا ديما نقعدوا اون ريتري شويه نخليو اللي يسدوا خايفين على الركات، نحبوا نعملوا روبون خايفين باللي بينيتراسيون قاعدين نسيبوا في العباد تسدد من بعيد. صار لنا في مصر صار لنا ماتش اليوم، اذا ما نخرجوا اكثر على لي تيرور نعملوا اكثر ارسيلمون على لي تيرور، ومن بعد حتى وكان لا بينيتري مش مشكل، موجود مكرم موجود صالح موجود مختار موجودين الاولاد رضوان ينجموا يغطيو الركات. سلام يعطيك الصحه ربيع ما شاء الله خويا جبت على النقاط الكل. عايشك عايشك صافي بليزير. سلام تيك صحة ربيع البحوري زميل الإعلامي في التلفزة الوطنية المختص أكيد في كرة السلة، تابعوا صوته في مقابلات البطولة الوطنية في التعليق عليها خاصة. دونك مازلنا مكملين في فير بلاي حتى الخمسة، موزيك على الأخبار وبعد رجعين.